فيلمنا بيبدأ مع دان شريك في شركة متخصصة في مجال إنتاج الموسيقى والتسجيل، ولكن بيطردوا منها سول شريكه في الشركة بسبب إنه ما جابش أي شغل في آخر 5 سنين، ده غير إدمانه للكحول اللي بيدمر حياته. وبيحصل الكلام ده قدام فايوليت بنت دان، وبياخدها ويروح يقعد في حانة علشان يشرب، وبيتفاجئ يومها إنه ما يعرفش أي حاجة عن بنته ولا عن سنها ولا عن دراستها، ده غير ستايل لبسها الفاضح وإن والدتها بتقول عليه شخص فاشل. وبيهربوا من الحانة بسبب إنه معهوش فلوس يدفع تمن اللي شربه، وبيمسكوا صاحب الحانة ويضربوا قدام بنته، وبعدها بيوصلها لبيتها. وبيفضل بعدها يتمشى لحد ما بيدخل حانة تانية وبيسمع صوت بيشد انتباهه جدا، وبيقابل صاحبة الصوت وهي جريتا، وبيقدم نفسه ليها وبيقول لها إنه عايز يكتشف موهبتها وإنه كان نفسه يوقع معاها عقد ويشتغلوا سوا، ولكن بسبب إنه ما جابش أي شغل في ال5 سنين اللي فاتوا فشركته فقدت الثقة فيه وفقد الأمل لحد ما سمع صوتها وعجبه، وبيبدأ يقنعها إنها تسجل معاه، وبيبدأ يشرح لها احتياجات الجمهور واللي بيحب يعرفوه عن الفنانين، وإن الفنان لازم يكون له ستايل معين وطريقة لبسه وأداء علشان يشد انتباه الجمهور، وإن الفنان لازم يعمل كل اللي في استطاعته عشان الناس تتفرج عليه. ولكن جريتا بتعترض على طريقة فكره وبتوضح له ان كل اللي محتاجه جمهور هو الثقة بينه وبين الفنان، وبيعرف منها انها تسافر تاني يوم، وبيعرض عليها انها تيجي لشركته تأدي اغنية تجريبية، ولو ما نجحتش هيعوضها عن التأخير اللي حصل في السفر، وبتقوله انها هتفكر اما توصل البيت. وبتفتح فيديو على موبايلها ليها هي وحبيبها السابق ديف، وبتفتكر اول مره ليها لما جت نيويورك معاه، وانها ساعدته يكون مشهور بفضل اغانيها وتاليفها، وفي الاخر سابها علشان واحده تانية شغاله معاه، وبتسيبه وبتروح تقعد عند صاحبها ستيف، وان هو اللي اقنعها انها تغني في الحانه اللي سمعها فيها دان. وبتتصل بدان وتقوله انها موافقه تغني اغنيه تجريبيه في شركته، وبيروح الشركه وبتغني قدام سول، وما بيعجبوش صوتها، وبيقترح عليهم انهم يسجلوا اغنيه وبعدها يقرروا اذا كان صوتها وحش ولا لا. وبيطلب سول انهم لما يبقوا جاهزين ومعاهم اغنيه مسجله ساعتها ممكن ينتج لها اغاني، ولان ما عندهمش استوديو ومعهمش فلوس ياجروا واحد، بتيجي لدان فكره ان هم يسجلوا البوم في شوارع مدينه نيويورك بصوت حي وسط الناس، وبيبداوا ينفذوا الفكره دي. وبيجي ستيف وبيكونوا فرقه وبيبداوا تدريب في شقه ستيف على الالحان والاغاني، وبيغنوا اول اغنيه في الشارع وبيستخدموا كل حاجه حواليهم لصالحهم علشان يطلعوا الاغنيه باحسن شكل ممكن. وبتروح جريتا مع دان علشان ياخد بنته فايولت من المدرسه بنفس ستايل اللبس الغريب بتاعها، وبتعرض عليها جريتا انها تشارك في الاغنيه اللي بيسجلوها، وبتوافق وبتشوف ان فايولت مبسوطه جدا لمجرد ان والدها معاها وجنبها، وبتقول كده لدان وبيتضايق من حكم جريتا عليه لان مش هو اللي انهى زواجه ولا هو اللي كان اناني، وان جوازه ده انتهى بسبب خيانه مراته ليه وانها حبت شخص تاني، وبعدها الشخص ده سابها وبقى هو الاب البعيد عن بنته بسبب طيش والدتها، فبتعتذره عن انها ما كانش قصدها كده وانه اب رائع، وبيقضوا طول الليل سوا بيسمعوا اغاني وبيتمشوا وبيرقصوا لحد ما بتوصل بيتها، وبتعرف ان حبيبها السابق فاز بجائزه خاصه بالموسيقى، وبتقرر انها تكتب له اغنيه وتغنيها له في الموبايل، وبتتصل بيه وتسجل له على الفويس ميل فعلا، وبتكمل باقي البومها مع دان تاني يوم في اماكن نيويورك، وبتشاركهم فايولت في الاغنيه بعزفها واللي بتنجح فيه جدا، وبيحبوا طريقه عزفها وبيحتفلوا كلهم بانتهاء تسجيل الالبوم. وبيجي لجريتا مكالمه من حبيبها السابق انه عايز يقابلها بعد ما سمع المكالمه والاغنيه، وبتروح تقابله، وبتعرف انه ساب حبيبته اللي كانت معاه وانه ندمان انه انفصل عن جريتا، وبيتمنى انه يرجع كل اللي بينهم تاني، وبيقول لها انه محتاج رايها في البومه الجديد واللي حاطط فيه اغنيه من تاليفها هي. وبتسمع الالبوم وبتقول ان الاغنيه بقت عباره عن دوشه وانه لازم يعيد توزيعها من الاول، وبيقول لها ان اهم حاجه تعجب الجمهور وخلاص حتى لو كلها موسيقى بس، وبيعزمها على الحفله عشان يشوف رد فعل الجمهور على اغانيه، ولكنها بتعترض على كلامه وبتقول انها كانت غلطانه انها بعتت له رساله اصلا، وبتسيبه وتمشي. وبيجي وقت تقديم الالبوم لسول في شركه التسجيل، وبيعجب بالالبوم وبيعرض عليها انه يسوقه ويبيعه مقابل 10 دولار للنسخه، ويكون من نصيبها دولار واحد من كل نسخه بتتباع، والباقي بيكون لشركة التسجيل، لكنها بتعترض على النسبة، بتقول لدان ان الشركة اكيد هتحاول تتفاوض تاني معاها لان الالبوم جميل. وبتروح لحفلة ديف وبتسمع اغنيتها وهو بيغنيها، وساعتها بتقرر انها تطرح الالبوم اونلاين مقابل دولار واحد بدون شركة التسجيل، وبيساعدها في كده دان ومعارفه اللي بيشيروا الالبوم وبيتباع منه 10,000 نسخة في اول يوم طرح بس. وبيرجع دان تاني لبيته ولعيلته وبيستعيد منصبه كشريك في شركة التسجيل بسبب نجاح الالبوم.